واحنا بتقول قداسة بتقول على أديرة البنات انها لا تقبل بعد 28 سنة بعد سن 28، لان الواحدة تكون ثبتت على وضع معين غير قابل للتعديل. فلماذا تقبل أديرة الرجال بعد هذه السن؟ لا انت تعمله زي الرجال. شخصية الرجل غير شخصية المرأة، وقيادة المرأة أصعب من قيادة الرجل إذا كانت ثبتت على وضع معين. ما نقدرش نقول لأديرة البنات تقبلوا الكبار في السن، وإلا لو تعبوا معهم هيرجعوا تاني ويقولوا انتوا السبب.